وقفة أخيرة مع أخبار الطقس والأحوال الجوية. ميرفة المليجي إليك، تفضل. شكرا لكم وأهلا بكم مجددا مشاهدينا مع أخبار الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء ويصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد. أما عن درجات الحرارة المتوقعة في بعض المدن والعواصم والمحافظات، ففي القاهرة العظمى 20 والصغرى 10، إسكندرية 18-11، مطروح 18-11، بورسعيد 18-11، إسماعيلية 19-10، السويس العظمى ستكون 19 والصغرى 10، العريش 18-11، طابة 20-14، شرم الشيخ 23-15، الغردقة 23-13، الأقصر 27-9، أسوان 27-10، الوادي الجديد 24-8، شلاتين 25-12، وأخيرا حلايب 22-12. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.